شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023. وخلال فعاليات الملتقى استعرضت مبادرة إبدأ جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 من أكتوبر من عام 2022 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة.